اللي في الصورة دي اسمها رندا إسماعيل، صاحبة أكبر قضية في الإسماعيلية، وتصنفت إنها أحقر زوجة ممكن تسمع عنها في حياتك. الحلقة دي واحدة من أهم ملفات الطب الشرعي والبحث الجنائي. 2008 في محافظة الإسماعيلية، شاب اسمه وليد كان عايز يتجوز، والعيلة رشحت له أكتر من حد، لكنه كان دايما بيختار رندا لأنه كان بيحبها بجد. ورندا وافقت على الجواز برغم إنها ما بتحبش وليد، وده بعد ضغط كبير جدا من أهلها ومن الناس اللي حواليها. وبعد ما اتجوزوا رندا اكتشفت إن وليد عنده ضعف جنسي، وفي فرق كبير بين الضعف الجنسي والعجز الجنسي، لأن خلال فترة الجواز اللي استمرت بين رندا وبين وليد خلفوا فيها 3 أطفال. ورندا كانت دايما بتتخانق مع وليد، وفي كل خناقة كانت بتعايره بمشكلة الضعف الجنسي، لكن دايما وليد كان رده عليها إنه بيحبها بجد، وإنه مستعد يعمل أي حاجة في سبيل إنها تكون مبسوطة وهي عايشة معاه. لحد ما في يوم رندا قررت إنها هتعمل جلسة مصارحة، وقعدت مع وليد وقالت له كل اللي في قلبها. قالت له إنها مش بتحبه، وإن هو عنده ضعف جنسي، وإن ده عامل لها مشاكل كتير في حياتها معاه، وهو طلب منها إن هو مستعد يتعالج ويحاول يشوف حل للمشكلة اللي هو فيها. لكن وليد طلب من رندا إنه بلاش يهدوا البيت علشان خاطر ولادهم. وبسبب الخناقة دي رندا قررت إنها هتلم كل حاجاتها وتاخد ولادها تطلع تقعد عند أهلها. لكن القعدة عند أهلها طولت شوية، قعدت عندهم أكتر من 8 شهور، وخلال الـ8 شهور كانت دايما بتقول لأهلها إنها مش مبسوطة معاه، وإن دايما في بينهم مشاكل، وغالبا بسبب الضعف الجنسي. ومن أول اللي هنقوله دلوقتي تبدأ تشوف حقيقي يعني إيه الشيطان ممكن يتلبس بني آدم. رندا خلال فترة قعدتها عند أهلها كانت بتنزل السوق علشان تشتري مستلزماتها الطبيعية، وهي نازلة في مرة اتعرفت على شاب اسمه السيد محمد. والسيد محمد ده كان شغال عامل، لكنه كان بيكسب كويس من وظيفته. هي كان عندها 30 سنة وهو كان عنده 25 سنة، وبدأت العلاقة تتطور بين رندا وبين السيد محمد، لحد ما بدأت رندا تفكر ازاي تقدر تتخلص من وليد جوزها علشان تقدر تعيش بشكل طبيعي مع السيد محمد. وأول فكرة شيطانية فكرت فيها رندا انها تصالح وليد وترجع تاني على البيت، وده بسبب انها ما كانتش عارفة تطلع السيد محمد لبيت اهلها، لان هما دايما كانوا موجودين، ولان طبيعة شغل وليد بتخليه طول الوقت غالبا بيكون برا البيت، فكان انسب مكان انها ممكن تقابل فيه السيد محمد هو بيت جوزها وليد. وهنا قررت رندا انها ترجع على البيت علشان تعرف تستقبل السيد محمد جوه البيت. وفضل الحال ده مستمر لمدة 3 شهور، والـ3 شهور كان السيد محمد مضطر يعمل مشوار طويل علشان يتحرك من مكان سكنه للمكان اللي سكن فيه رندا، اللي هو البيت اللي متجوزة فيه وليد. وطول الوقت لما كان وليد ينزل كان السيد محمد يطلع ويقعد يقضي معاها اليوم فوق، لحد ما السيد محمد بدأ يشتكي من طول المسافة، وحس ان هو مشوار طويل جدا وان هو بيحبها وانه محتاج يكون قاعد جنبها. فبدأت رندا تفكر في تاني فكرة شيطانية، انها هتأجر غرفة جنب بيتها، والغرفة دي هيسكن فيها السيد محمد، ومجرد ما وليد جوزها ينزل من البيت السيد محمد يدخل يقضي معاها اليوم. وكان كل مرة اولادها يشوفوا السيد محمد داخل البيت كانوا بيسألوها مين ده، كانت دايما بتقول لهم ان ده خالكم بس انتوا ما تعرفوهوش كويس. فلما كان وليد بيرجع البيت كان احيانا الاولاد يقولوا له ان خالهم كان موجود، فلما كان بيسال رندا كانت بتقول له ايوه هو كان قريب وطلع عدى علينا شويه. وللاسف وليد كان حاسس ان في حاجه مش طبيعيه بتحصل، لكنه كان دايما بيبقى ساكت بحجه انه بيحب رندا وما يقدرش يستغنى عنها. لحد ما بدات تالت فكره شيطانيه تيجي على دماغ رندا، هي ازاي هتتخلص من وليد. فكانت الفكره الشيطانيه التالته انها تسم وليد، لكن المهم ان عملية التسمم دي تبان قدام الناس انها طبيعية. فقررت رندا انها تنفذ الفكرة بالشكل التالي، طلبت من وليد ان هم محتاجين ينزلوا يتمشوا شوية في السوق ويتغدوا مع بعض ويسيبوا الولاد في البيت. وليد فرح ان هو هيعمل كده وخد رندا ونزلوا، واول ما قعدوا في مكان اشتروا اكل رندا قالت له ان هي محتاجة تشرب مية، فطلبت منه ان هو يقوم يشتري لها ازازة مية. ومجرد ما قام رندا حطت له في الاكل سم فران. وليد لما رجع كل الاكل وكمل عادي، ومجرد ما خلص الاكل بدات تجيله حاله من الم البطن الشديد جدا وحاله اغماء في الشارع. الناس اتلموا عليه ونقلوه بسرعه على المستشفى، ومجرد ما وصل المستشفى الفريق الطبي قدر ان هو يعالج وليد من حاله التسمم دي، واعتبروا ساعتها ان حاله التسمم اللي جت لوليد دي كانت نتيجه ان الاكل ده كان غير
غير صالح، ومحدش شك في لحظة ان حالة التسمم دي هي اول تجربة حقيقية لرندا في قتل وليد. رندا ما كانتش مصدقة انه تم انقاذ وليد من المحاولة دي، ورجعت على عاشقها اللي هو السيد محمد وحكيت له اللي حصل. فالسيد محمد غلطها لانها استخدمت كمية قليلة من السم، وانه واضح انها كانت محتاجة تزود الجرعة شوية او تستخدم نوع سم تاني يكون مضمون. فقررت رندا انها تفكر في رابع فكرة شيطانية في التخلص من جوزها وليد. فبعد مرور 5 شهور من حالة التسمم الاولى ووليد قاعد معاها في البيت، قررت رندا انها تعمل 2 كوباية شاي ويقعدوا يشربوها مع بعض في هدوء. ورندا دخلت المطبخ عملت 2 كوباية شاي، لكنها غرقت 2 كوباية الشاي بتاعت وليد بمبيد حشري سام. وليد شرب 2 كوباية الشاي وما حسش باي تغيير في الطعم، ومجرد ما خلص 2 كوباية الشاي جات له حالة اعياء شديدة جدا وحالة اغماء، وهي كلمت الاسعاف علشان خاطر يبان الموضوع انها وفاة طبيعية. وطبعا دي كانت الخطة اللي مترتبة بين رندا وبين السيد محمد. الغريبة ان الاسعاف لما وصل نقل بسرعة وليد على المستشفى، واول ما وصل هناك تم انقاذ وليد من محاولة القتل التانية اللي هي برضو كانت بنفس الطريقة السم. رندا راحت قعدت مع السيد محمد وما كانتش مصدقة ان برغم كمية المبيد الحشري اللي حطتها الوليد في الشاي الا انه ما حصلوش حاجة وربنا كتب له النجاة. فهنا بدأت الافكار الشيطانية تكبر اكتر واكتر، فطلب منها السيد محمد انها ما تتدخلش في الموضوع تاني وانه هو هيتصرف، لكن قال لها على خطة لازم تنفذها بالتفصيل. طلب منها السيد محمد انه هو هيتفق معاها على يوم تطلب من وليد انه ينزل يشتري لها حاجة من الشارع، ومجرد ما ينزل هي ملهاش دعوة باي حاجة وتفضل قاعدة في بيتها. وفي يوم تنفيذ الجريمة دي السيد محمد عدى عليها الصبح في البيت وطلب منها انها تطلب من وليد انه ينزل النهاردة يشتري لها حاجة من برا البيت على الساعة 9 بالليل. وفعلا مجرد ما رندا طلبت من وليد انه ينزل يشتري لها حاجة، وليد نزل على الشارع علشان يشوف طلبات رندا اللي هي محتاجها. ومجرد ما نزل الشارع ودخل في منطقة ضلمة طلع عليه السيد محمد ومعاه سكينة وضربه بكمية طعنات كتيرة جدا. وبعد ما اتأكد انه مات تماما شال جثته ورماها في الصرف الصحي، ورجع على البيت علشان يطمن رندا ان العملية خلصت وان هو قتل وليد خلاص. يعدي 2 يومين على جريمة قتل وليد والجثة مرمية في الصرف الصحي، لحد ما تظهر الجثة على السطح ويبدأ الناس يشوفوها بشكل واضح. فالناس تبلغ الشرطة علشان الشرطة توصل وتلاقي جثة ملامحها مختفية تماما بسبب المية، وحتى الجلد كان متأثر تماما بسبب المية. تم نقل جثة وليد على الطب الشرعي، وأول تقرير طلع من الطب الشرعي أكد إن كمية الطعنات اللي تعرض ليها وليد هي طعنات بقصد القتل العمد، لأن حجم الطعنة ومكانها وطريقتها بتدل إن ده قتل فيه نوع من انواع الغل والانتقام. طب الشرعي كمان اتعرف على صاحب الجثه وبلغ الاجهزه الامنيه. الاجهزه الامنيه عرفت ان دي جثه وليد، فطلعوا على مكان سكنه وخبطوا على الباب، ففتحت لهم رندا وكانها مش عارفه اي حاجه. والشرطه بلغتها ان هم لقوا جثه وليد مرميه في الصرف الصحي. رندا مثلت ان هي انهارت وقعدت تصرخ، لكن رجال الامن كانوا مستغربين من الفكره، ازاي جوزك متغيب بقالي 2 يومين بره البيت وانت حتى ما فكرتيش تعملي بلاغ بانه متغيب؟ فلما اتسألت رندا السؤال ده كان ردها في شيء من المنطقية، ان وليد طبيعة شغله ان ممكن يتأخر برا البيت وان ممكن يبيت برا البيت بأيام، فهي تخيلت ان هو بس عنده شغل مش اكتر. وبعد تحريات اجهزة الامن عرفوا ان رندا على علاقة بشخص اسمه السيد محمد، فتم استدعاء السيد محمد علشان يعرفوا ايه شكل العلاقة اللي بينهم بالظبط. فالسيد محمد قال لهم ان هو صديق وليد جوزها وان كان بيجي لهم البيت علشان يطمن عليهم. لحد اللحظة دي مفيش اي دليل ضد اي حد فيهم، غير ان وجود الجثة في الصرف الصحي افقدها كتير جدا من العلامات اللي ممكن تدل على القاتل. تم استدعاء اهل وليد علشان يسألوهم عن اي حاجة ممكن تفيدهم في حل لغز القضية دي، فاهل وليد جاوبوا على كل حاجة، لكنهم لفتوا انتباه اجهزة الامن لنقطتين مهمين. النقطة الاولى ان هم قالوا ان وليد اتعرض لحالة تسمم 2 مرات خلال نفس السنة. النقطة التانية ان وليد عمره ما كان يعرف شخص اسمه السيد محمد، وعمره ما جاب سيرته مع اي حد من عيلته، لحد ما اجهزة الامن كثفت التحريات وتأكدت ان في علاقة غير مشروعة بين السيد محمد وبين رندا، لحد ما فكر رجال المباحث ان اللي قدامهم دول اكيد عبارة عن شيطان متلبس في شكل انسان، فلازم يتعاملوا معاهم بذكاء شديد. فكان
كانت الخطة كالتالي: تم استدعاء السيد محمد للمرة الثانية لاستكمال التحقيقات، لكن تم احتجازه في اسم الشرطة بحجة استكمال التحقيقات. وبعد اليوم الثالث من الاحتجاز تم استدعاء السيد محمد، ورجال المباحث قعدوا معاه وقالوا له التالي: ان هم قبضوا على رندا. وبعد تضييق التحقيقات معاها اعترفت على السيد محمد وقالت ان هو اللي سمم وليد في المرتين اللي حصل فيهم حالة التسمم، وقالت ان هو اللي قتل وليد وهو اللي فكر ودبر كل حاجة تخص قتل وليد. فرجال المباحث قالوا له ان في الحالة دي هو لوحده اللي هيتحمل عقوبة الجريمة دي. مجرد ما سمع السيد محمد الكلام ده راح اعترف على طول وقال كل التفاصيل اللي حصلت. وفي الحقيقة أجهزة الأمن ما كانتش أصلا قبضت على رندا، ولا رندا قالت أي حاجة، لكن أجهزة الأمن كانت شايفة إن احتمال ولو بنسبة بسيطة إن السيد محمد يتم خداعه بالطريقة دي ويعترف بنفسه بكل حاجة. وتم القبض على رندا، وتم توجيه كل التهم ليها باعترافات السيد محمد عليها. وفعليا لما تسمع تفاصيل القضية وحيثيات الحكم على رندا تتأكد إنها فعلا الشيطان لم يتجسد في بني آدم، وتم الحكم عليهم بالإعدام. لكن قبل ما أقول سلام عليكم، تعالوا نشوف القاضي قال لرندا والسيد محمد وهم في جلسة النطق بالحكم قال لهم إيه. نفس عليك لعنة ربنا عليك اليوم الدين. إذا حكمت المحكمة حضوريا وبإجماع الأعراب بمعاقبة كل من السيد محمد ورندا إسماعيل محمد عبد الله بالإعدام شرطا عما أسند إليهما وإلزامهما بالمصاريف الجنائية وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بنواصيهم. والله لو كان الأمر لي لكنت أنفذ فيكم حكم الإعدام، أقطع كل يوم منكم حتة على الشباب اللي راح ده. رفعت الجلسة. سلام عليكم.